عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. عرفنا عليك. أنا من صفاقس. مرحبا. يعيشك. قلت لي عندي كلمتين نحب نقول. أي احنا في قلبك معب. اسمعني، احنا نقول لكم كل عام وانتم بخير، انتم وسيد الرئيس والناس الكل وأمة محمد جملية، معناها كل عام وانتم بخير. به بنتي احنا نحب نقول سيد الرئيس، قل له سيد الرئيس انت تمشي وانت تطلع، انت تمشي وانت تطلع في الغلاء. احنا تو اللي عنده شهريه ينجم يعيش بها ولاباس، والمعناه والهجاله واليتام والزوالي وش يعمل؟ ايش يعمل معناها؟ اعطينا ايش يعمل؟ انا واحد من الناس، ما انا هجاله وما عندي الشهريه، ما عندي حتى شيء، فهمت شيء؟ يا لندرا انا شنو انا وغيري والوفات مني انا. معناها كل يوم نقوم نخليو شيء جديد، صباح الصباح نلقاو شيء جديد، الحليب ما ثماش، الزيت ما ثماش، السكر ما ثماش، يعني وين ماشيين؟ بالغلاء وين ماشيين؟ وفوق هذا الكل معناها الغلاء وين ماشيين؟ اللي عنده شهرية نجم يزيدوا في شهريته، واللي ما عندوش يموت تحت الساسة، يقعد يتسول، ما يصيرش منه معناها، يلزم الزوالة يعمل لهم حل. احنا معناها ثقنا فيه وصوتنا له ووقفنا معاه، يكون هو سيد الرئيس، تكون في المستوى يرحم والديك. انت قلت لي راجلك متوفي، ما عندكش لا شهريه؟ ما عندي حتى شيء. فيش تعيش من؟ نعيش نخدم في شويه في داري. شنو تخدم؟ نخدم شويه خياطه في داري، اللي يجيب لي مثلا سروال نغرقله له، مش نخيطه، يجيب لي تفتيقه نعملها، تفتيقه يعني تقطيعه نخيطها، ناخذ 500 فرنك، اللي يجيب لي سروال مفتق، ناخذ عليه دينار نخيطه له، نصلحه له، هذاك هو اش نخدم. أنا ليلة على ليلة نبات بلاش، صدقني كي نقول لك نبات بلاش، نبات بلاش، خاطر أنا ما عندي الشهرية، ما عندي حتى شيء، عندي الزولات، واحد معرس عنده زوج صغار، بطال، ولا يضرب في النفة. احنا الصفاقسية ما ننفوش، ولا يضرب في النفة، ما يقاش باش ياخذ دخان، والله ما قابش ياخذ دخان، وصغاره يبثوا يصبحوا بالشر، وعندي طفل العازب نقول له على الخدمة، يقول لي ها تعطيني خدمة تاني نمشي نخدم تو، يا خويا راه بصراحة تحصرنا، يا خويا تحصرنا، قالوا زعزع، قالوا ظهر الجمال طاب، تهرينا، رانا تهرينا، تهرينا يا ربي. إلى متى احنا؟ إلى متى؟ جيبوا يدفنونا بالحياة وفينا وفات. ولا يجيبوا يردمونا، ولا لينا احنا ميتين راو، احنا ما احناش حيين، راو الشعب الكل اللي يسمع الكل راو كيف كيف، الا بيك بغيرك، الناس الكل كيف كيف. اللي هم اللي عنده مورد رزق يخدم عليه ربي يعينه، واللي عنده شهريه ربي يثمر له فيها، واللي ما عنده حد شيء يمشي يموت تحت الساس. انت توا كبرت في العمر. انا كبرت. نورمالمون اولادك. اولادي ما عندهمش خدمه، باش يخدموا اولادي يمشيوا يطلبوا. وين الخدمة؟ طرف وين طرف الخدمة؟ الشيخ صغدي كم فمي؟ معناهاش، راهي ميتة 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 مع الموتة. ممكن نشوفوا الأفارقة جنوب الصحراء يخدموا غادي كف. لا ما يخدموش، راقدين هكم جنوب الصحراء مكدس على قلوبنا وراقد. هذوكم ياخذوا في الشهرية؟ لا لا ما عند الحاكم. فيش ياخذوا في الشهرية؟ مالا؟ الأفارقة ياخذوا في الشهرية؟ نعم، ما هي أمريكا عم تلم شهرية وياخذوا فيها. وأولاد التوانسة فاش ياخذوا في الشمارة؟ حتى قهوة مرة، ولدي الصغير عمره 33 سنة ما عندوش ياخو قهوة، أطول مني سقف مأسرة، ما عندوش ياخو قهوة. بالك هو معناها يتشرط ما يحبش الخدمة اللي يجي؟ بالعكس، لا لا والله لا والله لا، والله لا يتشرط لحد شيء، والله لا يتشرط لحد شيء، والله يمشي وصل يمشي للموقف، يقف يقف ويروح، كيفه كيبوز الصغار، عندي طفل آخر عنده زوج صغار. معنا الصغار مسكنات يراو الحاجة وما يشريوهاش وما ياكلوهاش. ها تحب نزيدك يا اخي؟ كيفاش عايشين؟ ماء ضو تخلص؟ يعني والله لا خلصت لا ما لا ضو، ما عنديش باش خلص لا ما لا ضو. هنا راقد حتى قلت لهم مشيت لهم، مشيت لهم سقية، قلت لهم يجهزوا المنقالة نتاع الماء ونتاع الضو. خاطر ما عنديش باش نخلص. كاو؟ كيفاش باش تعمل؟ والله ما نعرف، نستنى في رحمة ربي. مشيت الولاية معتمد؟ ايه مشيت العشرين ولاية والعشرين معتمد، قالك حتى نقاولوا رواحنا، حتى نقولوا لك مدام حتى ما عندناش، ما عندنا شيء مدام، ما عندنا شيء. هاي انا جيتك، ما عندنا شيء، قالك ما عندنا شيء، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. قداش من مرة مشيت؟ قول 100 مرة.
سقيتها الريت وما قيت حتى حل وما قيت حتى حل حتى حل ما قيت. هاي نمشي مش مال عايشين القبل هاني قلت لك عاد هي هذيك هو هذيك هي خدمتي. ولا راجلك عنده برشا متوفي يا سرا من حيت عمري انا 28 عام كان قبل بويا حي يعاوني توا بويا مات. بويا عنده قداش 12 سنه ملي مات ما عادش عندي خويتك مدى ما عنديش اخوانا انت الوحيده ايه ما عنديش اخو كان بويا وامي قبل يعاونوني بويا وامي ماتوا ما عادش عندي شكون يعاونني عايلت راجل لا لا ما يعاونونيش انا نعرفهم لا يعرفوني انا خرجت انا وصغيراتي كرينا بيت مع الجيران وقعدنا فيها هكا هو كيفاش ترى باش تكمل حيط ما نعرفش مانيش عارفة عايشة هكاكا في عهد ال تقول انت حاشاك ما عهد الجهلاء مخليتها ماشية بطبيعتها كاو خد ولادك مادام ما حاولوش انهم يشوفوا خدمة شو يشوفوا خدمة هاني قلت لك ولدي يمشي حتى للموقف يقف يقف ويروح ورا كان المرمى شو سيرفر اي حكاية ولدي راهو لوج الدنيا الكل لا ثم شيء راهي ما ثم شيء راهو ما ثم شيء حتى لو كان التونسة ما عادوش يخدموا تو تو مثلا التونسي يخدم لك ب 20 دينار لا فارقة تعطيهم حتى 10000 فرنك يمشي يخدم لك هذا ما خيلو التونسي يساعدوا 10 ما همش يخدموا لا فارقة قلت لك لا فارقة موجودين يخدموا غادي اسمعني يخدموا ما هوش بكفافة كبيرة إذا هم راهم بالمئات لا فارقة ولا بالضبط كاين نحكيو على نسبة لا فارقة في صفاقس موجودين برشا أما كان مع البلكش راهم لا فارقة عندهم شهرية تجيهم من برا تجيهم من الخارج وإحنا ش عندنا أولادنا شباب ش عندهم شباب ش عنده شبابنا عنده اللي عنده 1000 فرنك يمشي بركبي في القهوة نهار كامل ويروح يدز ركايب ويقول لأمه عندك شي حق قارو أنا وفيت الدنيا وفيت نطلب الفضل من سيد الرئيس ينظر لنا بعين الرحمة احنا الزواولة ينظر لنا بعين الرحمة يرخص لنا الدنيا على الأقل شوية يوجد لنا ويرخص لنا شوية